اكو ناس هي رزقها بس يعني. بس أيه. اكو بوابه للمنتخب هو الزوره تجوز ما تحصل لا مو زوره انت بوابه المنتخب بظل تواجد جماهير يعني فريق مرعب بالجمهور بأسوأ ظروفه الجمهور تلقاه بالتمرين هم ما يسكتون فريق جمهور عنده يريد باي ظروف وباي وضع يريد بطوله يريد ينافس يعني اكو مباريات الزوراء دخل مو بوضع الجمهور رجع على المباراه مو باي مباراه باغلى من المباراه اغلى من المباريات دخل اول 10 دقائق اول ربع ساعه هو مو بوضعه الهتافات المسانده هي رجعت هي يعني تخيل جمهور الزوراء لو يغيب عنا الجمهور لا يعني غير شيء كان صار غير فريق غير شيء يعني انت مع اللي انا ما اعرف من اللي صرح هذا التصريح بكوره بس ما اتذكر بس اتذكر التصريح قال الزوراء بدون جمهوره فريق عادي يعني مو فريق عادي لا راح يختلف لا هو الزوراء يبقى زوراء الزوراء يعني الزوراء ما صار زوراء لو ما هاي القاعده الجماهيريه بالضبط هو شلون اجى الجمهور هاي التاريخ والبطولات بس الجمهور دور. بس الجمهور القيمه الاكبر بدورينا هم الزوراء يعني ما شاء الله على مرات هم مو وضعهم بالملعب بس انت تسمع هواي الجمهور هو اللاعب راح يتحفز ويدخل يعني اكو مباراه ملعب شعب 3-1 ومنتهي سجلت بها انا عليهم هدفين جوت هاتريك مو هدفين على عليك لا شوف اللوت شلون لازم لك اياه بس مو انا هي داخله اي يعني اخر 7 دقائق بقت والجمهور بعده و3-1 وضد الديوانيين والجمهور يساند لحد ما الدقيقه 95 سجلوا تعادل جابوا التعادل صحيح خليني اسالك على مشاركه الجويه في دوري